يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقرضت شخصا مبلغا من المال مقداره 3000 ريال، إذا أقرضت شخصا مبلغ 3000 ريال، فهل أدفع زكاة على هذا المال؟ نعم، إذا تم الحول على مالك سواء بيدك أو بذمة المدين تزكيه، إلا إذا كنت تخشى أن لا يرجع هذا الدين بسبب أن المدين مفلس أو أنه مماطل ولا تدري يرجع لك ولا لا، فهذا ما يجب عليك زكاة حتى تقبضه. أما إذا كنت واثقا من حصوله فإنك تزكيه لأنه مثل المال الذي بيدك. نعم.